في مصر انتهت أولى جلسات محاكمة أحد ضباط الشرطة المتهم بالتعدي بالضرب على الناشطة السياسية شيماء الصباغ، ما أدى إلى وفاتها. بحسب لائحة الاتهام، كانت شيماء الصباغ قد لقيت مصرعها في يناير كانون الثاني الماضي بعد إصابتها بطلقات خرطوش أثناء مشاركتها في إحدى المظاهرات إحياء لذكرى ثورة 25 يناير. حضر جلسة المحاكمة الضابط المتهم في القضية، كما حضر ممثلان عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وانضم لمحامي أسرة الصباغ كمدعين بالحق المدني. بدأت وقائع القضية في 24 يناير الماضي، حيث قرر حزب التحالف الاشتراكي القيام بمظاهرة احتفاء بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير دون الحصول على إذن من الداخلية. وبعد تجمع المتظاهرين في منتصف القاهرة، تدخلت الشرطة لتفرقتهم، وأصيبت شيماء الصباغ أحد الناشطين في حزب التحالف الاشتراكي بطلقات الخرطوش لتلقى مصرعها دون تحديد الجاني. وبدأت النيابة التحقيقات مع الشهود وضباط الشرطة الذين شاركوا في الفض لتحديد الجناة. في الأيام الأولى لوقوع الجريمة لم يتم التوصل إلى الجاني بطريقة سهلة ويسيرة، لكن النيابة العامة من جانبها حرصت على مواصلة تحقيقاتها وعلى الاستماع إلى أقوال كافة الشهود الذين لهم صلة بهذه القضية ولكل من لديهم معلومات بشأن هذه الجريمة، حتى تمكنت في التوصل إلى الجاني وأحالته للمحاكمة. تقرير الطبيب الشرعي أوضح أن شيماء الصباغ أصيبت بالخرطوش في الرئة والقلب، ما أدى إلى مقتلها، وهو الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وتناولت القضية وسائل الإعلام العالمية، وتم تنظيم الوقفات الاحتجاجية لممارسة الضغوط على السلطات لمواصلة التحقيقات في القضية والتي منع فيها النشر حتى انتهاء التحقيقات. أنا عايز أقول لك أنه الشهيدة واخدة أكتر من 100 طلقة خرطوش، تم اختراق الرئة، تم اختراق القلب، تم من اول اللي كان باين بس الرقبة والودن، يعني الحتة، اما ما تحت الملابس كان في زخة، لانه الطلقة فيها في حدود 150 او 170 طلقة بلي، طلقة الخرطوش فيها 170 بلية تقريبا، هي واخدة 100. أصبحت الشرطة بعد مقتل شيماء الصباغ طرفا مباشرا في القضية، وأصبح جمع الأدلة والتحقيقات والتحريات على عاتق النيابة التي استعانت بعشرات الصور والأفلام التي بثت من جهات مختلفة على الإنترنت. وبعد مناقشة العشرات من الشهود والتفريغ للصور والأفلام، تمكنت النيابة من توجيه الاتهام لأحد ضباط الشرطة بمسؤوليته عن مقتل شيماء الصباغ. ما فيش حاجة تانية كشفت المتهم غير مقاطع الفيديو، غير شهادة الصحفيين اللي كانوا موجودين، ودول يعتبروا كشهود محايدين. حتى الشهود الآخرين يعني البياعين ما كانوش مركزين زي الصحفيين بعين العدسة اللي كان موجود فيها. فأنا أعتقد أنه الإعلام لعب الدور الرئيسي في أن يكشف الحقيقة في هذه القضية. هنا من خلفي قتلت الناشطة السياسية شيماء الصباغ في قضية لعبت فيها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي استقت أفلاما مصورة من وكالات الأنباء العالمية ومن الناشطين السياسيين عبر تليفوناتهم المحمولة دورا رئيسيا، وربما لن يكون هذا الدور الأخير في سلسلة قضايا قادمة قد تلعب فيها هذه الوسائل الدور الرئيسي. محمد حميدة، BBC، القاهرة. معنا من القاهرة الآن مراسل BBC محمد حميدة، الذي أعد لنا هذا التقرير المفصل ويكمل معنا المشهد. محمد، هل هناك تطورات في قضية الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ حتى الآن؟ بالفعل، يعني الجلسة الأولى لهذه المحاكمة انعقدت اليوم بحضور المتهم الرئيسي فيها، بعد تحقيقات واسعة أجرتها النيابة العامة. لأول مرة يظهر المتهم حتى أمام الصحفيين ووسائل الإعلام وحتى أمام هيئة الدفاع، وهو يعني أحد ضباط الشرطة الذين كانوا متواجدين في مواجهة المظاهرة التي قامت في 24 يناير الماضي، وكانت فيها شيماء الصباغ. النيابة العامة وجهت إليه
تهمة ما يسمى في القانون بضرب أفضى إلى موت وتعمد إيذاء البدني بالنسبة للناشطين الآخرين. يعني هناك ناشطان آخران قد أصيب أيضا ببعض طلقات الخرطوش بجانب شماء الصباغ، ولكن المسافة التي كانت قريبة جدا لإطلاق هذا الخرطوش أثرت بشكل كبير على شماء الصباغ وأدى إلى وفاتها. ولذلك استمعت اليوم المحكمة لتقدير فني للمسافة التي أطلق منها هذا الخرطوش وعلى طبيعة السلاح المستخدم في هذه القضية، وهل بالفعل هذا السلاح المستخدم يعني هو من الأسلحة التي تستخدمها وزارة الداخلية وكان مستلما من وزارة الداخلية أم لا. يعني هذا الرأي الفني تم الاستماع إليه من أحد الفنيين في الجيش المصري لتقدير الظروف وملابسات الحادث، بالإضافة إلى مشاهدة أيضا الأحراز الأخرى، وهي يعني مجموعة من الفيديوهات التي تم تصويرها سواء في الحادث نفسه من قبل الصحفيين الذين تقدموا بالفعل لهيئة المحكمة أو للنيابة بهذه الفيديوهات واعتبروهم يعني كشهود. يعني هي قضية شيماء صباغ أصبحت قضية رأي عام إلى حد كبير، ووسائل التواصل الاجتماعي والصحف والصحافة والإعلام قد ركزت كثيرا على هذه القضية. هل هناك أي إفادات لهذا الضابط؟ ولحد الآن إذا ما توصلت إلى معرفة رتبته بالنهاية، هل هناك تضامن مقابل التضامن مع شيماء الصباغ وما حدث لها من قبل ضباط ربما في وزارة الداخلية مسؤولين عن مكافحة الشغب وعن الأسلحة التي يستخدمونها؟ هو ضابط برتبة صغيرة، هو ملازم أول، وبالتالي يعني الخبرة ليست كبيرة في مجابهة مثل هذه المظاهرات. أما عن التضامن، أعتقد أن هذه المسألة يعني حتى على المستوى وزارة الداخلية يعني القانون يجرمها، ولكن هناك بالفعل قد يكون هناك تضامن من زملائه معه، ولكن لم يظهر لنا سواء على صفحات أو حتى بمظاهرات أو حتى باعتراضات واضحة أن هناك تضامنا مع الضابط. ولكن على الجهة الأخرى بالفعل هناك تضامن كبير مع مقتل شماء الصباغ، وهناك الكثير من الوقفات الاحتجاجية التي جرت في منذ 24 يناير الماضي، وحتى الآن 29 يناير شهد وقفة احتجاجية نسائية كبيرة كانت تطالب وقتها بالكشف عن الجاني، وهو بالفعل ما حدث بعد تحقيقات واسعة وكبيرة. طيب محمد، يعني هل معروف ما هي العقوبات التي تنتظر هذا الرجل إذا ما أدين بمقتل شيماء الصباغ؟ الإحالة القانونية من النيابة كانت ضرب أفضى إلى موت، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى يعني الحكم بثلاثة إلى 7 سنوات في حالة الإدانة. أما التهمة الأخرى وهي تهمة الإيذاء فقد يأخذ عليها أيضا عقابا ليس كبيرا. يعني هذه الإحالة أو الاتهام نفسه قد يؤدي إلى هذا، إذا تمت الإدانة قد يؤدي في النهاية إلى حوالي 10 سنوات أو أكثر قليلا. ولكن الإحالة التي يطالب بها الدفاع من الناحية الأخرى، وهو دفاع شيماء الصباغ، هو القتل العمد مع سبق الإصرار. وفي هذه الحالة إذا اعتمدت هذه المحكمة هذه التهمة، وهي لم تعتمد حتى الآن، إذا اعتمدت المحكمة هذه التهمة قد تؤدي إلى الحكم بالمؤبد 25 سنة أو حتى إلى الإعدام إذا بالفعل كان هناك تكييف قانوني يسمح بهذا. شكرا لك محمد حميدة، مراسل بي بي سي تحدث لنا من القاهرة. أخبار متفرقة مشاهدينا في عالم الظهيرة.